يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك شروح معروفة للحموية؟ ما أعرف لها شروح، وهي واضحة ما تحتاج إلى شرح، هي واضحة، هي واضحة تدرس في المعاهد العلمية، كنا درسناها في السنة الخامسة في المعهد العلمي، وأظنها الآن غير موجودة، زحزحت. هذا من الغلط الكبير، هذا من الغلط الكبير أنها أزيحت وجعل بدلها شيء لا يعادلها ولا يماثلها. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول السائل، لما تدرس الواسطية، لما تدرس الواسطية ثم الحموية ثم التدمرية ثم شرح الطحاوية، لذلك تحصل على علم غزير في هذا الباب بالتدرج شيئا فشيئا. نعم.